وفي ذات المناسبة أعلنت الملكات الصحية ببلد نجاح خطة الطوارئ خلال الزيارة، مبينة أنها قدمت جميع الخدمات والمستلزمات الصحية على مدار الأيام العشر الماضية، وذلك بدعم ومتابعة مستمرين من قبل دائرة صحة صلاح الدين التي بذلت جميع الجهود واستنفرت مختلف الطاقات لإنجاح زيارة عاشوراء بتضافر وتنسيق تام مع باقي الدوائر المشاركة بخطة محرم. اليوم يوم العاشر من محرم حرام، استنفرت مستشفى بلد العام بكل كوادرها التمريضية والطبية والصحية من الصباح الباكر لهاي الحالة. الساعة توجد أعداد كبيرة من المطبرين، تمت معالجتهم والأمور ماشية إن شاء الله. كل جهود إن شاء الله بقيادة مستشفى بلد العام ومديرها الدكتور حسنين رشيد، توجد تجهيزات كاملة، ما عانينا من أي تجهيزات، وجهود مدير عام دار الصحة صلاح الدين دكتور خالد المحترم مع المستشفى كامل تجهيزاتها وكامل استعداداتها لأي طارئ. طبعا جينا الساعة 3 لهنا أنا وزميلتي أم أحمد، جينا على مود نقوم بهاي الخدمة وخدمة أولادنا وبلدنا وكلهم ولدنا، خدمة الحسينية، والحمد لله والشكر الكل موجود وقامت بواجبها بصورة يعني صحيحة. والله أنا كل سنة ما عندي دوام وأني أجي يعني متطوعة لخدمة أولادي فاطمة الزهراء، وأجي أخدم يعني أولادنا. اليوم دور دار الصحة صلاح الدين وقطاع بلد، والله دورهم ما قصروا وكل شيء موفرين يعني من أجهزة من أدوية من مغذيات من ضمادات كل شيء متوفر. دور الصحة صلاح الدين جيد مثل ما تشوف، ما شاء الله المستلزمات كلها متوفرة وخير من الله، وما حصلنا بنقص، كل شيء متوفر الحمد لله والشكر، وسيطرنا على الوضع وكل الأمور جيدة الحمد لله. كم عدد الحالات اللي تخبرها؟ والله ما تنحسب، يعني هواية مواقف كل بلد كلها طبرت، ما تنحسب الحالات يعني العدد ما نعرف والله جيد، بس هو خير من الله. علاجات كلها متوفرة، ضمادات متوفرة، كادر خير من الله، ووف وكف وكل الكادر حتى اللي ما عنده خفر هو جاء اسناد، فالحمد لله والشكر مثل ما تشوفون الخير من الله والكادر كله موجود، حتى الناس اللي فزعت لنا موجودين. بدافع الواجب الوطني المقدس اتجاه المواطن وبدعم من إدارة مستشفى بلد بكل كادرها، توجهنا الساعة 3 فجرا هذا اليوم لنقدم الإسعافات للمصابين جراء التطبير، وإن شاء الله نكون يد بيد مع أخونا الرجل، وماكو فرق بالنسبة للكوادر الصحية، المرأة والرجل واحد، ونسأل الله إن شاء الله نكون ما قصرنا وما قدمنا إلا القليل القليل.